جوز كلام. مرحبا أم جوزيف، قومي دخيل عينك ساعديني بهالكياس. يلا أم جوزيف، خير حبيبتي؟ شبكي؟ ليش عم تبكي؟ لأنه كل يلي صار فينا وعم بيصير فينا من 45 سنة ولهلأ ببكي فينا. مين إحنا؟ عن شو عم تحكي؟ شو صاير؟ شبك أبو فاكر، ما عم تقرأ الجرايد؟ ما عم تسمع الأخبار؟ مو عارفان شو عم بيصير بدرعة؟ درعة؟ لك آخ يا حسرتي على درعة، وقبل الغوطة وقبل حمص وقبل حلب وغيرها وغيرها. لك آخ، أصلاً هذا الشيء الوحيد اللي طلعنا منعرف نعمله، نبكي ونلطم ونتحسر ونحن قاعدين عم بنشوف كيف ثورتنا عم بتموت قدام عيوننا. لا يا أم جوزيف، مو أنت اللي بتحكي هالحكي، هذا بنوب. الثورة لسه ما ماتت، والثورة ما رح تموت طول ما في ناس بتآمن فيها، والثورة عم بتمر بمرحلة صعبة ومصيرها تنجح. كل هذا الحكي بعرفه، عم حاول أقنع حالي فيه، بس كيف؟ هذا الحكي ما بتقنع حالك فيه، هذا الحكي بتآمني فيه. عقلي مشتت، ما عم بستوعب إنه كل أرواح الشهداء راحت على الفاضي ورح نرجع مثل الأول وقلعان. شي واحد اللي بيقدر إليك يا، وهذا مو تنظير ولا حكي كتب الله وكيلك، ما في ثورة بتموت يا أم جوزيف. الثورة طالما شعلت فما في ظالم بيقدر يطفيها، ومصيرها أنها تنجح ولو بعد حين. كيف وإمتى؟ ليك ثورتنا شلون لسه بدها تنجح؟ هلأ كيف وإمتى والله ما بعرف، بس اللي أنا بعرفه ومتأكد منه أنه رح يجي الوقت اللي ننتفض فيه من جديد، وإذا مو جينا فالجيل الجاي، ورح يكونوا هالسبع سنين درس تعلمناه، ورح نستفيد منه لإنجاح الثورة بالمراحل الجاية، عاجلا أم آجلا. تعرف حكيك كتير بيعطيني أمل. لك الأمل لازم يكون عايش جواتك وجواتي وجوات كل سوري حر. صح، ما في ثورة بتموت ومصيرها رح تنجح. ورح نرجع نقول أنه لابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر. جوز كلام.